بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في كيفية إقامة حكومة 1000 مليون مسلم بإذن الله تعالى، وأن ذلك يتوقف على حركة عامة مبنية على أسس: الأساس الأول التوعية العامة، والأساس الثاني التنظيم العام، والأساس الثالث مراعاة أصول الحركة العامة، والأساس الرابع السلام، والأساس الخامس الاكتفاء الذاتي. وقد تكلمنا حول هذه الأمور في حلقات، واليوم الكلام في الأساس السادس، وهو منهج الحكم في أبعاده المختلفة. وهذا المنهج يجب أن يراعى أيضا في الحركة، والتي هي مقدمة للحكم بإذن الله تعالى. ونتكلم حول هذا الأساس في حلقات. الحلقة هذا اليوم حلقة حول أن الحكم يجب أن يكون حكما يتمكن أن يستوعب الناس السريع والبطيء والمتوسط منهم، البعيد والقريب، الاتجاهات المختلفة، المشارب المتنوعة، الجماهير الذين فيهم المسلم والكافر والكتابي وغير الكتابي، والمسلمون الذين هم لهم مذاهب مختلفة واجتهادات متشتتة. الحكم يجب أن يكون بحيث أن يستوعب الجميع، يعني أن يجعل المنهج للحكم منهجا هكذا، وإنما يكون الحكم جذابا إلى أبعد حد، حتى يتمكن كل إنسان أن يفكر في أنه يعيش تحت هذا الحكم برفاه وسعة وحرية وكرامة واطمئنان. إذا كان الحكم هكذا والتبشير بمثل هذا الحكم والحركة التي هي مقدمة للحكم طبقت هذا المنهج على نفسها، لابد وأن يلتف الناس حول الحكم التفافا يمكن إنقاذهم من براثن الجهل والاستغلال والاستبداد والديكتاتورية والاستعمار والاستثمار والمنازعات وما أشبه. أما إذا كان الحكم بخلاف ذلك والتبشير بحكم ليس هكذا والعمل في الحركة على غير هذا المنهج، مثل هذه الحركة لا تنجح، ومثل هذه الحركة لا تصل إلى الحكم. ولو فرض أن وصلت الحركة إلى حكم في بقعة صغيرة من الأرض، هذا الحكم لا يمر عليه الزمان إلا وينهدم،
أي حكم لا يحمله القلوب هذا الحكم منفور عنه، وإذا نفر عن حكم لا يصل إلى النتيجة. وفرضا إذا بالمفاجأة وصل إلى نتيجة وسيطر فعلا على بقعة خليق به أن ينهار بسرعة. والمنهج الذي نريد نحن بإذن الله تعالى منهج يتمكن أن يستوعب كل المسلمين في كل بلادهم، ثم يستهوي غير المسلمين حتى يدخلوا تحت هذا الحكم وهذا النظام. فقد ذكرنا في ليلة أن أحد الكتاب ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما تمكن من جمع أولئك المتنافرين المتخالفين المتحاربين الذين سادت فيهم العنعنات والقوميات والتفرقات والعصبيات وما أشبه، إنما تمكن من جمعهم في ذلك الوقت القصير جدا لأنه علم الذين هم عرفوا حكم الرسول لأنه حكم استشاري عطوف رؤوف رحيم يتمكن أن يعيش حتى أعدى أعدائه تحت لوائه، إذا ألقى السلاح يتمكن أن يعيش بكل خير وسلام لا فحش وإنما بسيادة ورئاسة. الرسول قال لهم أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله، سوف تكونون ملوك في بلاد العجم والعرب. طبعا هذا مضمون الحديث وليس النص. وهكذا تمكن الرسول من جمع تلك القبائل العربية، وتمكن الإسلام من جمع تلك الشعوب والأمم. فليست المسألة مسألة أبيض وأحمر وأسود وأصفر، ولا مسألة عربي وعجمي وهندي وتركي، ولا مسألة الحدود الجغرافية، ولا مسألة العرقيات والقوميات واللونيات واللغويات وما أشبه، وإنما مسألة أخوة إسلامية عامة لا هذا فحسب، وإنما فوق ذلك مسألة إنسانية. وحتى إذا لم يكن مسلما الرسول كان يأخذه في كنفه لما فتح مكة. أهل مكة لم يسلموا إلا قليل منهم، الرسول لم يجبر حتى واحدا بالإسلام، وإنما عفى عن مسيئهم، لا عفى فحسب، وإنما جعله يشعر بأن الإسلام خير له من الجاهلية، خير لعرضه، خير لماله، خير لنفسه، خير لسيادته. المؤرخون ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما فتح مكة جعل حاكما عليها شابا يسمى بالأسيد، وقرر له معاشا صغيرا جدا في منطقنا نحن، لكنه في منطقة أسيد كان معاشا لا بأس به، في كل يوم 4 دراهم أي مثقالين من الفضة تقريبا. وقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن إلى محسنهم وتجاوز عن مسيئهم. وهذا كان من الأركان الذي ذكر المؤرخون أن ذلك سبب أن يكون ذلك البلد الذي حارب الرسول 20 سنة وفيه الطغاة وفيه المردة وفيه الكفرة وفيه القتلة وفيه المجرمون، سبب أن يكونوا هؤلاء في يد أسيد متواضعين إلى أبعد حد، لأنهم علموا أنهم إذا أساءوا تجاوز عنهم، وعلموا إذا أحسنوا أحسن إليهم، أحسن إلى محسنهم
وتجاوز عن مشيئهم. الواجب أن نجعل من هذا الحكم الإسلامي الذي نريده منهاجا عمليا لا شعاريا فقط به. فإن كثيرا من الجمعيات والحكومات والأحزاب ترفع شعارات، لكن تحت تلك الشعارات أشياء أخرى مناقضة لتلك الشعارات. يجب أن نجعل منهج الحكم الإسلامي لا مسألة عفو وفتح وبيد الحاكم، لا، وإنما خريطة الحكم، منهج الحكم، دستور الحكم، قانون الحكم. أحسن إلى مسيئهم، أحسن إلى محسنهم، وتجاوز عن مسيئهم. ولذا هذه مكة لم تقم ضد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبدا، مع العلم أن الرسول لم يجعل في مكة جيشا، ولم يجعل أمنا، ولم يجعل مباحث، ولا ولا ولا، وإنما أثر القلوب بعكسه ولطفه محبته وإحسانه. وهكذا يجب أن يكون من هذا الحكم الذي نترقبه لآلف مليون مسلم هذا المنهج. وكذلك الحركة الإسلامية قبل الوصول إلى الحكم يجب أن تتخذ هذا الشعار شعارا ودثارا، أي مخبرا ومظهرا، أي عملا وقولا، حتى يطمئن الناس إلى أنهم إذا فقدوا شيئا وجدوا أفضل من ذلك. وفي التاريخ أن أحد العلماء كان وزيرا لأحد الملوك وتوسع الملك، وكان هذا العالم يصرف الأموال لا في نفسه وإنما في الأمة الإسلامية التي هم كانوا تحت ذلك الحكم. ووصل الواسون إلى الملك أن هذا العالم الوزير يصرف الأموال يا سباطة. الملك أخبر الوزير الشيخ الكبير السن العالم المحنث الحازم وقال له: أيها الشيخ، ماذا تفعل بالأموال؟ الوزير علم بالخبر وأنه وساية سببت هذا الشيء، فقال: أيها الملك، إنك شاب جميل، إذا باعوك في سوق العبيد والنخاسة لتسوى قيمتك 60 درهم، وأنا شيخ كبير لا يأتي مني عمل، فإذا باعوني في سوق النخاسة لم تكن قيمتي أكثر من 20 درهما، هذا بالنسبة إلى قيمتك وقيمتي. وأما بالنسبة إلى جنودنا فرمحهم لا يعدو ذراعين، وسهمهم لا يذهب أكثر من 100 ذراع، فهل بالإمكان أن نقبض أطراف هذا الحكم الواسع بقيمتك أو قيمتي أو برماحنا أو بسهامنا مع كثرة الأعداء؟ لأن الحكم بطبيعته يكون له أعداء كثيرون، أعداء فساد وغير ذلك. من هيأت لك جيشا في الليل والنهار من قلوب الأمة، جيش الليل يرفعون أيديهم إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والبراعة والتوسل، وجيش النهار يدافعون عنك ويحبون البلد الإسلامي ويدافعون عن الإسلام وعن المسلمين. وهكذا إني أصرف المال في هذين الجيشين، جيش الليل وجيش النهار، إني أقدم المال إلى العلماء، إلى الخطباء، إلى الفقراء، إلى الزهاد، إلى الصناع، إلى التجار، إلى المفكرين، إلى الذين هم موالون للدولة وإلى الذين هم يعادون الدولة سهما ومعلقة قلوبهم. وذلك هو سبب رسوخ الحكم وبقاء الحكم في هذه المدة الطويلة. اقتنع الملك بكلامه وقربه كما كان سابقا وأكثر. نعم، الحكم لا ينضوى تحته بسبب السيف والسهم والحراب
والسجون والمعتقلات والمسانق والسباب والتهم وتبعيد الناس. وإنما الحكم يمكن أن يضوى تحت لوائه القلوب، فإذا قلوب الناس حمل الحكم هذا الحكم يبقى راسخا دائما ثابتا مستقرا مستمرا، والأعداء لا يتمكنون من نيله. إن المسلمين كما تعلمون هم أعداء صليبيون، بل هم أعداء صهاينة، بل هم أعداء شيوعيون، ولهم أعداء أولاد هؤلاء ومن صنايع هؤلاء في الداخل وفي الخارج. فهل بإمكان أن يقيم الحكم بغير منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي تقدم شيء منه؟ إنه من الواجب أن يكون الحكم متخذا لمنهج، هذا المنهج هو الذي يجمع القلوب ويجمع المختلفين ويخفف من عداء المعتدين والأعداء، ولذلك يقوم حكم 1,000,000,000 مسلم إن شاء الله تعالى، وما ذلك على الله العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.